بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي بصري، نصر بن علي ابن نصر الجهضمي البصري، وهو أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. إذن هذا كم؟ مر معنا من؟ أبو بكر بن أبي شيبة، ومن؟ ونصر بن علي الجهضمي يظهر أيضا. نعم، أبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار. كم هؤلاء؟ وهذا الخامس. هذا الخامس. هؤلاء روى عنهم الجماعة بلا واسطة. وصالح بن حاتم بن وردان، صالح بن حاتم بن وردان أبو محمد البصري، صدوق. قال جميعا عن يزيد. قال الجهضمي: حدثنا يزيد بن زريع العيشي أبو معاوية. قال رحمه الله: قال حدثنا يونس بن عبيد ابن دينار البصري العابد الورع، عن عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد قرشي ثقفي مولاهم أبو سعيد البصري. إذن السند إلى هنا بصري، السند إلى هنا بصري. قال عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير، ابن عمرو بن جرير البجلي الكوفي، قيل اسمه هرم، وقيل عمرو، وقيل غير ذلك. قال رأيت رسول الله، طيب، عن جرير بن عبد الله، روى الولد عن أبيه، وجرير ابن عبد الله البجلي الأحمسي، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا دعا له نبيل؟ ماذا دعا له علي؟ مر معنا في البخاري: اللهم اجعله هاديا مهديا. وكان النبي إذا نظر إليه ابتسم ودعا له بالثبات، لأنه كان لا يثبت على الخيل. فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، هكذا، واجعله هاديا مهديا. قال رحمه الله، يعني كان جميلا، جرير ابن عبد الحميد البجلي كان جميلا. نعم، جرير ابن عبد الله البجلي الأحمسي الصحابي. عن جرير ابن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. قال: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وهو المشهور بابن عليا أبو بشر
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إمام مشهور قال حدثنا وكيع ابن الجراح أبو حمزة ما كنيته أبو سفيان عن سفيان وسفيان هو الثوري سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري كلاهما عن يونس يونس ابن عبيد العابد بهذا الإسناد مثله. طيب هذا الحديث عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي يلوي يفتل ويعطف من جانب إلى جانب فتله عطفه ولواه من جانب إلى جانب يلوي ناصية فرس. الناصية هي الشعر المنسدل على الجبهة يلوي الشعر ويفتل الشعر الذي في ناصية الفرس بإصبعه. كم فيها لغات الإصبع؟ كم فيها لغات؟ فيها 10 لغات. طيب تثليث الهمزة مع تثليث الباء، طيب 3 في 3 كم؟ 9. العاشرة أسبوع. فمثل هذا اللفظ العب به كيف ما شئت أنت مصيب، هذا اللفظ قله كيف ما شئت، إصبع وأصبع أصبوع وهكذا أصبع، 10 اللغات وتقدمت معنا. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلوي ناصية الفرس بإصبعه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. ولماذا لوى النبي بإصبعه على ناصيته؟ هذا من التعاهد، كان النبي يتعاهد الخيل ويكرمها، وقد جاء حديث ارتبطوا الخيل وامسحوا نواصيها وأكفالها وجلودها، الحديث خرجه أبو داود يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولم يكن شيء بعد النساء أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الخيل، انظر الجمع الصحيح، فالنبي كان يحبها. وفي قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهي لإرهاب العدو والخير. النبي قال الخيل معقود بنواصيها أي ملازم لها أشد الملازمة حتى كأنه مربوط بها، المعقود من العقد وهو الرابط. وسيأتي حديث عروة رضي الله عنه معقوص والمعنى واحد،
معقوس، معقود، مظفور، ملوي، المعنى واحد. الخير إلى يوم القيامة، هذا كناية عن الخير الذي فيها وهو لا ينفك عنها في وقت من الأوقات، ويفهم منه دوام حكم الجهاد إلى يوم القيامة، فالجهاد باق إلى يوم القيامة. هذا الحكم يفهم من هذا الحديث الذي بين أيدينا. وفي قوله الأجر والغنيمة، الأجر والغنيمة، هذا تفسير للخير المعقود على نواصي الخيل. الأجر والغنيمة، وهذه من بركتها، ولهذا جاء أن من احتبسها فإن شبعها وريها وبولها وروثها يكون في ميزان حسناته يوم القيامة. في الجامع الصحيح للإمام الوادعي طيب الله ثراه، قال الإمام النسائي وساق بسنده إلى أنس: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم جملة من الخيول، ذكرها ابن القيم في الزاد في أوائل نقرأها لتتم الفائدة. وجاء حديث، لكن الشيخ رحمه الله ذكره في أحاديث معلة: ما من فرس عربي، حديث عن أبي ذر، إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له، فجعلني أحب أهله وماله إليه، أو من أحب ماله وأهله إليه. لكن الحديث نقل إلى أحاديث معلة. طيب، هناك يعني بعض المسائل التي تتعلق بالخيل والرياضة وهكذا، يعني السباق، ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، هنا قرار من المجمع الفقهي حول الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران. أظن هذه ما بالنسبة لمصارعة الثيران لا توجد عندنا، صح؟ نعم، في بعض البلدان. وهكذا يعني التحريش بين البهائم كالكباش، هذا ينطح هذا، أو بين الديكة، هذا يتسلط على هذا، وأيضا بين الإبل، صح؟ يرسل هذا على هذا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هنا بعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص، بعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلا في بلاد العالم نتيجة لممارسة الملاكمة وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة، يعني هذه انتحار، صح؟ الآن يستعد المصارع ويعني ربما
الأموال التي ترصد للفائز ملايين، ملايين الدولارات، فربما يدخل إلى الحلبة وهو مستميت، فإما الحياة وإما الموت، إما الانتصار وإما الهزيمة، وكل يركز على الضربة القاضية، صح؟ بحيث أنه يفوز بذلكم المال. طيب، قال أولا الملاكمة، يرى المجلس بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية، لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه، قد يصل به إلى العمى أو التلف، أو المزمن المرض المزمن في المخ، أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسؤولية، دون أي مسؤولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، تصفيق والتصوير. قال والابتهاج بما حصل للآخر من أذى، وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذن هذه المصارعة الحرة محرمة لما فيها من هذه المفاسد والأضرار التي سمعنا، والدليل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الكلام هذه المصارعة الحرة على صورتها، أما المصارعة من يضع الآخر على الأرض أو يثبته عليها، هذا شيء آخر، وبدون يعني بدون يعني مال، يعني يعني بدون مال، مغالبات، هذه مغالبات. طيب، إذن عندنا مصارعة وملاكمة، وماذا بقي؟ الكراتية، هذا صح؟ نعم، هذه ذكرها الباحثون جزاهم الله خيرا وستأتي معنا. طيب، إذن الكلام على الملاكمة، هكذا الملاكمة. طيب، أحيانا المصارعة ربما هي حركات، يعني حركات وفيها نقاط، يعني بمعنى أنه أو فيها مس الجسم فقط، هكذا حركات فيها مس بدون ضربات قوية. نعم، المصارعة يعني إذا كانت بدون عوض، وأيضا يعني ليس فيها من هذه الأمور، يعني الضرر، العمى، الموت، تكسير، الإعاقة، بعض الملاكمين تكون عنده إعاقة، وهنالك أعداد هائلة، نعم، بسبب يعني ذلك. طيب، الكلام التي فيها ضرر لكن التي فيها عوض، الأصل في القمار الحرمة، وإنما ما رخص فيه الشرع يصار إليه،
كما سمعنا في حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، في نصل أو خف أو حافر. لكن لو أن هذه المغالبة المصارعة من يضع الآخر أرضا بدون هذه الأشياء التي ذكرت، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يرون أنه لا حرج في ذلك، لأن فيها فائدة وهي تعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل. طيب، قال: وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا تجوز ممارستها، لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية، كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كي لا تتعلم الناشئة هذا العلم السيء. صحيح، هي تقلده وترى فيها من الأضرار، يعني هذه يعني بمعنى نشر للوحشية. نعم، كيف يقضي هذا على هذا؟ طيب، قال: المصارعة الحرة. وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به، فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة، لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة التي تجري على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم. وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية لا يستباح فيها الإيذاء، فإنها جائزة شرعا ولا يرى المجلس مانعا منها إلا إذا كان فيها محاذير شرعية ككشف العورات وهكذا الضرب في الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وأيضا لا تكون في أوقات الصلوات، ولا ينبني على ذلك ولا وبراء، كل يتعصب لآخر. نعم، إذا خلت من المحاذير الشرعية. إذن الملاكمة على هذه الصورة التي سمعنا محرمة، فيها وحشية، فيها إضرار. أيضا إذا قتل أحدهما الآخر لا يضمن، هكذا لا يضمن، يعني ودم المسلم أو دم المسلمين لا يجوز أن تهدر هكذا. ومن المعلوم أن من كان يقتل في الجهاد خطأ فالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع ديته حتى لا يهدر هذا الدم المعصوم. طيب، مصارعة الثيران. مصارعة الثيران التي توجد في بعض دول العالم والتي تؤدي إلى قتل الثوري ببراعة استخدام الإنسان المدرب أو المدرب، نعم، التي تؤدي إلى قتل الثوري ببراعة استخدام الإنسان المدرب على السلاح، فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام، لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان، إلى قتل الحيوان، وهذا من تعذيبه. ويعني هنا ذكر
بما يغرس في جسمه من سهام حتى يتحرك هكذا، نعم يطعن. وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة إلى يعني ربما الثور يقتل المصارع له. طيب بأي ذنب قتلت؟ شهد من؟ ومن الذي قتله؟ وهذه ليست يعني بالشجاعة. وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: دخلت امرأة النار في هرة حبستها الحديث. فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة، فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت؟ طيب التحريش بين الحيوانات، يعني جميع أشكالها وأصنافها، حين بين الكباش حتى تتكسر رؤوسها، صح؟ كل يأتي بكبشه النطاح ويعني يغريه، أو بالديك، فربما مات أحدهما أو ماتا، وهكذا الجمال. هذا الفعل يعني قرر أهل العلم بأنه حرام. وفي الأدب المفرد للإمام البخاري عن ابن عمر أنه كان يكره التحريش بين البهائم، تحريش بين الكلاب، بين الهرر وهكذا. فيعني هذا يعني شيء يتعلق بهذه يعني المسألة. وهناك أقوال لبعض الكفرة تذكر لا ليستدل بها، لكن ينظر ماذا عند القوم. الدكتور رجود وهرتي الناطق بلسان الهيئة الطبية البريطانية، نعم، ذكر قال يعني عن أهداف الحملة التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال: إننا نريد أن نظهر للعالم كله أن الملاكمة لعبة خطيرة للغاية، ليس بسبب تزايد عدد من يلقون حتفهم بسببها فحسب، ولكن بسبب العاهات التي تصيب أضعاف هذا العدد. وفي سبيل تحقيق ذلك فإننا نحاول الضغط على هيئات رسمية مختلفة من أجل التنديد بهذه اللعبة وعدم اعتبارها ضمن الألعاب الرياضية. وأؤكد هنا مرة ثانية أن خطورة اللعبة تكمن في الضرر الذي تلحقه بالمئات من ممارسيها نتيجة للعاهات التي تصيبهم. ومن الملاحظ يعني بعضهم يكون عنده قوة وفي عز شبابه ويدخل في هذه الألعاب، فربما الضرر يكون يسيرا، فإذا تقدم به السن تظهر الأعراض، ترى يكون عنده رعدة أو مرض أو أشياء في بطنه، ضربات بعضها قوة يعني ربما تقدر بكذا كيلو، يعني قوة. ولا يدخل في ذلك إلا من أعد نفسه إعدادا يعني كاملا. فالمسلم يبتعد عن هذه الأمور، ونعم أهل العلم يقررون هذه الأحكام وفي بعضها إجماع، فالحذر. طيب هنا في الزاد في دواب به صلى الله عليه وسلم قال: فمن الخيل السكب، قيل وهو أول فرس ملك، وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر أواقٍ الضرس، وكان أغر محجلا، غرا محجلين، بياض في جبهته ويديه.
قال طلق اليمين كميتا وقيل كان أدهم والمرتجز وكان أشهب وهو الذي شهد فيه خزيمة ابن ثابت واللحيف واللزاز والضرب وسبحة والورد فهذه سبعة متفق عليها جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن جماعة الشافعي في بيت فقال والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد لها إسرار ورد لها إسرار يعني الورد اسمه الورد هذا في الزاد وقيل كانت له أفراس أخر 15 ولكن مختلف فيها وذكر من البغال والإبل التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إلى هنا بارك الله.